كمان احمد ادريانو بيسالك ليه ما فكرتش ترجع الاهلي وليه ما بتروحش المنتخب؟ والله ما فكرتش ارجع الاهلي، ده اكيد انا نفسي لغايه النهارده ارجع النادي الاهلي، وما اقدرش حتى لو النادي طلبني في اي وقت ما اقدرش ان انا ما ارجعش. يعني ده حلم كان بيراودني ان انا من ساعه ما مشيت من النادي ان انا اقدر ارجع تاني، ما حصلش نصيب. حتى لو جت فتره والنادي فتح كلام مع نادي المقاولين ان انا ارجع ونادي المقاولين رفض، بس برضه انا مقتنع ان ده نصيبي في الاول وفي الاخر. حته المنتخب برضه انا ما اعرفش الحقيقه، عندي يعني عندي فيها كلام كتير، بس مش عارف اقول. انا يعني اعتقد ان انا مقدم يعني مش السنه دي حتى، بس الحمد لله الفتره الاخيره السنين سنتين ثلاثه اللي فاتوا مقدم بشكل كويس جدا، وعلى طول موجود الحمد لله في الملعب، بلعب ماتشات كلها. فما اعرفش برضه حته المنتخب دي بالنسبه لي علامه استفهام كبيره. حاسس انك مظلوم في طبعا الحته دي؟ انا شايف كده برضه، وجهات نظر في الاول وفي الاخر. اتمنى التوفيق طبعا للكابتن حسام وللجهاز اللي موجود ان هم ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه. انا بشتغل وبعمل عليها لغايه اخر وقت، اكيد نفسي ابقى موجود في المنتخب دي. يعني لو في نصيب ورحت دي هتبقى حاجه كويسه، لو ما فيش برضه نصيب انا زي ما بقول لك بشتغل وبعمل عليها، ودي اهم حاجه يعني.